هلا كتير سهل لانه هنا كتير كتير حلوين شو ما عملوا يعني، وخصوصي بس تشوفي ردة فعل العالم يعني بالطريق ويتفرجوا عليهم، هي احلى شيء بتشوفيه بالعصافير يعني. يعني طفل بعمر كتير صغير قد ايه سهل انه هو يفوت بنظام الكشاف ويلتزم بالنظام، بده يمشي على الدقة الصح، بده يعمل التصرفات الصح، قد ايه بده تدريب؟ لا بعمر العصافير نحن كتير بنكون مخففين شوي تدقيق عليهم، لانه هن بعمر الخمس سنين ست سنين يعني ماكسيموم للسبعه كتير صعب يعني انه نحن ندقق عليهم ونمشي مشي صح كذا. هلا بس يكبروا شوي لفرع الجراميز بصير كتير اسهل لانه هن حبوا كتير يجروا. يعني ما بتخيلي الروح الايجابيه الموجوده عند هالشبيبه بجنن وبكبروا القلب. والله نحن فرقه صحيح نحن موسيقى بس نحن كمان فرقه تربويه، فرقتنا بتهتم بكل شيء مو بس بالموسيقى، تربية الولد من الصغر، زرع شغلات حلوة فيه مشان لقدام يطلع فرد ناجح. نحن اسمنا كوكبة القيثارة، نحن أعمارنا بتبدأ من 23 لما فوق بفرقة القديس كيرلس الكشفية. هذا العمر نحن منركز عليه أكثر شيء لأنه هو العمر اللي بيتعامل مع بقية الأعمار الصغيرة اللي موجودة عندنا بالفرقة، هو له دور بالاهتمام والتدريب والعمل مع كافة الأفرع الموجودة عندنا بالفرقة. ليش؟ لأنه هو أكبر عمر وهذا العمر هو اللي بيضم جميع الشيفية اللي موجودين عندنا بالفرقة.